إعلام من وزارة التعليم بشأن منهج الصف الرابع الابتدائي. خلال هذه الأيام يزداد الحديث عن الصف الرابع الابتدائي ومنهجه، وذلك من قبل الطلاب أنفسهم أو أولياء الأمور أو المدرسين أنفسهم الذين يدرسون هذه المناهج، سواء كان الحديث بالسلب أو الإيجاب. وكما نقول إن الشيء الذي يزيد عن حده ينقلب ضده، فقد زاد الحديث في هذا الأمر عن الحد، والمشكلة أن الحديث بدء يسير في اتجاهات مغالطة للاتجاه الأساسي الذي حددته وزارة التربية والتعليم. وبدأت الشائعات تكثر حول هذا الأمر، ففي البداية كانت هناك شائعة بأنه سيتم تدريس مادة الفيزياء والكيمياء لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وكما وصفنا الأمر أنه شائعة أي غير صحيح وليس له أي أساس من الصحة، ونفته الوزارة في بيان لها. والجديد نبأ منتشر يفيد بأن وزارة التعليم قررت زيادة مناهج الرابع الابتدائي من 5 مواد إلى 13 مادة، وهو ما أصاب أولياء الأمور بالصدمة، فكيف لطالب بعمر صغير أن يدرس كل هذه المواد؟ ورد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على هذه الأنباء وصفا إياها بالأكذوبة، ونشر على حسابه الشخصي على الفيسبوك منشور للرد من خلاله، حيث قال فيه إن هناك وسائل متنوعة للهجوم على جهود الدولة المصرية، خاصة في تطوير التعليم قبل الجامعي وتقديم الأفضل في المدارس الحكومية، ومثال على ذلك ما تردد على مواقع التواصل وفيديوهات استغاثة ركيكة على اليوتيوب بأن المناهج كبيرة والمواد كثيرة وأنها زادت من 5 مواد إلى 13 مادة. وأشار شوقي إلى أن هذا غير صحيح، وأن مناهج العام السابق موجودة لمن يريد الاستدلال بدلا من الوقوع في فخ السوشيال ميديا وترديد ما يكتب بلا بحث أو تحقق. وألحق شوقي مع منشوره يصور لمواد العام السابق والحالي لمن يريد الحقيقة، وتساءل لماذا يتعمد البعض التضليل ولا الحقائق.